حسين بن رحمون. يا ديزي والزوين القديم منهم ناسك الغرامة، وين الجبا وين المنديل، وين ودبك وين الفضة، وين ودبك وين الفضة، وين ودبك وين الفضة. حزام الغلا، دردشة ثقافية. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وعسلامتكم في عدد جديد من حصتكم، حصة أحزام الغلا. اليوم أعزائي المستمعين حاب نحوس ونبحث شوية في الذاكرة نتاعنا، بصح قبل هذا حبيت نصحى واحد التصرف الخاطئ وعلى الكومبورتمون بيزار. نقول أنا يا عجبا رانا في 2015 وما زلنا نتذكر ونمجد هذوك القتل المجرمين اللي حبوا يمحيوا الشعب الجزائري في وقت الاستعمار. مازلنا نقولوا ونتذكروا لاري بيجو، هذا القاتل السفاح اللي حرق الجزائريين في الجروت الدهرة. مازلنا نتكلموا ونقولوا لوين رايح؟ رايح المارشي كلوزال، ومن بعد نهبط لاري روندون. منين جيت؟ جيت من روفيغو. روفيغو هذا القاتل الجنرال اللي راح حول لا لا موسكي تاع كتشاوا، ردها ان كاتدرال دالجيو 1832. سبحان الله العظيم، وما زلنا نذكروهم ونمجدوا فيهم. وين راك يا عبد القادر؟ وين راك يا شيخ الحداد؟ وين راك يا لالة فاطمة سومر؟ وين راكم يا رجال الحرار؟ يلا يلا مع بعض نخربوا ونحوسوا شوية في الذاكرة نتاعنا، يلا نكتشفوا الضيف والموضوع بعد الجينجل. يا دراش كنت جانا اليوم؟ قوم قوم حل الباب. مرحبا، اتفضل. مرحبا بك سي الحاج بسطة أرزقي في حصة حزام الغلا، المجاهد بسطة أرزقي الغني عن التعريف. في بداية الحصة سي الحاج نطلب منك بكل بساطة، احنا في حصة حزام الغلا نخلي الضيف يعرف نفسه ونقول لك شكون هو الحاج بسطة أرزقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكركم على كل حال، نعرضتنا الحفلة مهمة. بارك الله فيك. أولا نهار ليلة البرمي نوفمبر 54، وثانية اللي زيت ملاد مدينة تيزي وزو ولكن في الحبس. داكور، هذه كذلك نرجعوا لها. أنا نقول محسوب، يعني القصد مهم كثير، يعني لما نشوف في عام 1968 عرضت بومدين الله يرحمه ربي يرحمه، قلت له لماذا بعد جال لابريزيدانس لا ريبوبليك تاع الجزائر في 65، راح يعني في كل مكان زار الولايات إلا الولايات على القبائل، كانت مازال بجاية وتجي وحدة. قال لي مسألة تاع هذا طيب العربي الله يرحمه، كان كان وزير تاع الفلاحة. قلت له علاش ما يزورش لاكابيلي يعاونها؟ ولاكابيلي قلت له دائما هي الأولى في كلش، في الوطنية، في الثورة، في الضحية. قال لي مسألة تاع الأمن. قلت له واش مسألة تاع السيكوريتي؟ قال لي، قلت له اللي يعرف تاريخ تاع بلاد القبائل عمرهم ما قتلوا واحد ضيف، عمرهم تاريخه وشاهد. قلت له دوك مسألة تاع السكيورتي أنا نطلع نسيد معه. قلت له خاطر لاكابيلي عندها تاريخ كبير وما زال تلعب تاريخ كبير، وعلى هذه لاني نجي لهذه اليمات عليها كنا على خاطر سبتها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أولا نهار طلع بومدين وقالوا سي العربي، قالوا هو واش يقول لك رزقي باسطة؟ هي المسألة اللي نهار زادت مع الفافاس وربعة هذوك، يعني قعدت هكذاك يا أخي. حتى أنا واحد النهار
طلع السي العربي هذا مع الشوفور تاعو راه وحده دار على كابيلي كيحبط على فريحه صب يعني هذيك بلاك سيناليزاسيون اسفون اسفون قال له ماتي هادي لا ريجون تاع ولاد الحاج باسر قال له يبدت قال له اما لا نروح نزوروها ايوه زار كاع لكابيلي وعاود راح لزفون هذا طيبي العربي طيبي العربي كي ولا قال لي انا شفنا البلاد تاعكم يا سي قلت له واش قال لي اما لاني طالع هادي طلع بومدين عندي المهم تصور تاعو يعني كيفاش عرف تصور نهار عاود طلعت انا في نوفمبر 68 البلاد نحب البلاد مليح ولوجدنا في الجزائر قال لي وراك رايح قلت له انا طالع لزفون تلاقيت مع هذا لو ديرني الاخراني لي ريبريزونتي لي طرافو بيبليك سي بوجمع الله يرحمه قال لي سير سقي قال لهم جاو ربع مانيش عارف منين قال لي ماذا بيك تبني تكونستري بيت بلاتفورم هنا في البحر في الرمل تاع الزفون قال لي ما تحوش نفهم قلت لهم داور قال لي ما على بالكش واشنو قلت له ما على بالش مو سافيك سيتي سيرفيس سيكوريتي لي جاو صح لو 18 كي رحت الزفون هاد ليامات ديك لي خرج الكتاب تاعي قال لي هذاك الفوتوغراف تاع الزفون تما عنده لابورتوار قلت له جي انفيتي بومدين جاز هنا 68 جو نسي با سي دوتي يعني كان شك قال لي واش الوقت يا الحاج قلت له ا بارتير جو بونس ا بارتير سي زون بون ميموار لو 18 نوفمبر 68 وطني الى في دي زارشيف راه جبت التيرور 1968 جاب لي تصاور تاعو شفت كيفاش اللي تيرو سي ازفون اكسيبسيونيل مونجا داكور قلت له علاه مبالك جو مون قال لي لا لا حاشا قال لي مي قلت له قال لي مي امي فيزافي اون بون ميموار اكزاكت Je n'ai pas voulu mentir pour me, simplement pour ne pas le gêner. Mais écoute, si c'est une question de sécurité, on est là. On est là. Écoute, depuis ce temps-là, Boumdine a repris les joues. اكزاكت لو كونيسي بيان مي قول لي الحاجه انا طرحت عليك سؤال باش هكاك المستمع في بدايه الحصه يفهم شكون هو الحاج باسطة أرزقي وين زاد وين تربى وين كبر واش قرا هذا هو السؤال على كل حال في تيجي وزوراني معروف مليح أيوة واش من عام زايد الحاجة 3 نوفمبر الله يبارك 1930 جت البارح حاليا نزلت 4 نوفمبر 3 نوفمبر 1930 في القصبة الله يبارك واش ملاريو في القصبة ملاريو زعما في وقت الاستعمار دوكا يوري بوصورة بوصورة مشي عيد الله يرحمه الله يبارك مازالها الدار هذيك دويره دويره يعني. ايوا تما لي جيت وين قرا قريت في شوستارا ايوا جوسكا سيزيام كيما يقولوا تاع درك تاع درك ولكن دخل الامريكان دي بوركاو في الجيري الجي بلوتو داونا كاع المشاهد هذوك تاع كيفي كو انا الحق ولا سبت باللي ليبرتي هذيك وين تاع قرايه الاستعمار مي لا روي ما كون فوتي وي كيما حبيتش نقرا الشيخ قال لي مالا نديك تخدم معايا قلت له نهبط سي لا اللي هبط نخدم مع الشيخ على جو 12 واش تخدم يخدم عنده كيوسك ايوا كيوسك كارغوت في ساعه الشهداء ايوا تي سي دو لا كي لو جور لو لي امريكان دي باركاو ان الجيري لو 8 نوفمبر جي كومبريس كو سي لا ليبرتي دان بي واش صح سي لا كو سي غراس ا سا اي اون ميم تان سي لا كو جي ابري جامع هذاك جو كونيسي جامع واش يقولوا له جامع سيدي محمد الشريف مي هذاك الجامع وليت قال نصلي جي ديكوفير ما بيرسوناليتي كي جو سوي ا كي جابارتيان داكور اوكي قول لي بصح انت درت سبيسياليتي ابري في الباتيمون لا اون 48 اون 48 جوستومون جي ديسوندي من البلاد داكور جا واحد صاحبي الله يرحمه مادو كيقولوا جيزي قال لهم كي Il y a des stages à faire dans le bâtiment. Il est très bien. En Italie, à Chamonix, il y avait le test technique, donc, psychotechnique. Juste facilement, on est passé. Pourquoi le bâtiment ? Parce que le bâtiment a pris de l'ampleur en Algérie. Oui, bien sûr, c'est ça qui est venu, ça. Et puis, il est devenu un danger pour les Européens. D'accord. Pour les accidents.
الور سي بور سا اللي حلوا الطريق لي زالجيريان لي زانديجانا. قول لي انا جبت واحد المعلومه هكذا ما على باليش ولا صحيحه ولا لا، انت يا بيسكو تي سبيسياليست في الباتيمون، كلفك بعد الاستقلال بومدين باش تتبع لي طرافو تاع ليكول دو ليكول دي كادي دو لا ريفولوسيون في شرشال، الله اعلم ولا لا. لا لا سما جلي ريفوجي. اه داكور انا جلي ريفوجي باسكو جافي اوتر شوز، جافي اوكوبي كي دخلت في سيسي الفو بعثني كريم بالقاسم دو تونس الكولونيل محندو الحاجة، محندو الحاجة بندون سيسي الفو. يا أخي جيت جبت البريات لقيت الكولونيل الله يرحمه قالا سوكي ما في غران بليزير اي جستومان سيتي لان تورنوان امبورتان جي رومي سيرتان دومي فوتو الكولونيل كي ليزا قردي دايور بريسيوزمان الله يرحمه الله يرحمه يا فعلي. Il a fait sortir ses adjoints et je lui ai mis au courant de A à Z. Depuis le différent du parti jusqu'au jour où je l'ai rencontré. Bach Merzlosh. D'accord. Et d'ailleurs, il me l'a fait rappeler une hâte-là justement pour le réconcilier ma Boumdine. L'affaire a dit l'étlat-là. Quand tu as été sincère avec moi dès le début, on ne se connaissait pas. Mais le fait que Krim Batk avec une lettre aussi confidentielle et toi tu as eu l'honnêteté de me mettre au courant de tout ce que je ne savais pas ce qui s'est passé à l'extérieur. Je l'ai mis au courant. En confiance aussi. Goulé l'Hajj Bastar Rizqi, ana bach ndkhlou hakda fel mouzou ntaana lyoum. انا كنت نحوس باش ندير واحد الموضوع على الحبس تاع تيزي وزو لا بريزون لونسيان بريزون دو تيزي وزو هذيك اللي هدوها في 1971 بناو في بلاصتها لا ميزون دو لا كولتور. كنت نحوس ندير واحد الموضوع على لا بريزون هذا باسكو سي ان سي اون بريزون اللي ما يعرفوهاش لي جون تاع درك ما على بالهمش بلي ليكزيستونس تاع هاد لا بريزون تما في هذاك لو ليو. وانا بارازار كنت طحت على الكتاب نتاعك وكنت نقراه ولحقت لو شابيتر الله اعلم لا باج 288 وين تتكلم على لا بريزون دو تيزي وزو. قلت هذا الانسان هذا يمانتيريس لازم يجي يحكي لنا شويه على لا بريزون تيزي وزو، ولكن قبل هذا حبيتك تهضر لي شويه على الكتاب ديالك. الكتاب هذا لا مي 43 ans pour être édité en arabe et en français en 2011. Ça fait 43 ans et 45 ans باش الله يبارك. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette vérité qui a touché pas mal de gens qui vivent. Même j'ai remis une copie non corrigée à Boumdine en 72, deux copies toujours non corrigées à deux anciens colonels, deux ministres, Saïd Mazouzi Mazalullah de Korob Lakhir, je lui ai remis une copie non corrigée, pour qu'ils ne disent pas que j'ai dit ce que je l'ai dit. Il y a longtemps. Je ne suis pas revenu sur le... Bon, en arabe, c'est mon neveu qui a des licences en arabe. Il a fait la traduction. Mais ce n'était pas moi qui parlais de ma situation. Je parlais bien sûr. Mais c'est lui qui traduisait, ce qui fait que... Non, c'est une traduction fidèle. Laïberg, mais en français, c'est moi qui parlais. D'accord, ok. Il y a le cœur. En français, il y a le cœur. Non, parce que Kenhada Nadir Mouzallah Rahmoud, c'est le premier directeur des écoles, de l'école d'administration, quand il s'est le Corizana, il va perdre tout le sens. Quand moi, qui croyais te connaître au cœur, avec la simplicité, Hadi. Quand il chauffe, quand le problème n'est pas une question de corriger ou là. Ce que tu dis, si je le dis le corrigeant, il aura le sens de parce ça, que je ne peux pas descendre à ton niveau. Mais, bien, parce que c'est la vérité. Pourquoi ? En tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, par exemple, tu parles des cellules de la DST, tu parles les prisons de Tizi Ouzou. Si tu avais mon niveau, tu pouvais l'inventer sans le connaître, ou un écrivain. Mais là, tu n'avais pas. Tu as raconté ce que tes yeux ont. Exact, exact. C'est un chafou. Chafou, oui. Je vous dis que c'est bon. Il écrit comme ça simplement et puis c'est tout. Had l'iktab, l'Hajj Bastar Rizqi, l'onouan ta'ou, shahadat an thawra al-jazairiya, iman billahi wa l'islam. Had l'iktab, hada, n'sibouh fil marché d'ruk ou la? Kain, n'koulik, honnêtement, am'ardouni, bachin, n'zil, n'ruh Allah, foire, j'ai pas voulu. Aywa. Alash,
انا عم بالي هادو لي زيديتورس جون جينيرال اش با الله جي تروفي نوناتي في هادو بالعربيه مي ان فرونسي جي تروفي با مال يعني دو بروبليم ماشي دو بروبليم سي لو بروبليم دونيتي داكور اوكي اوكي دو اوبجيكتيفيتي دو كوبيديتي انا سيتي با بور غاني دو لاجون باسكو سي جي فولي غاني دو لاجون جو ما باس با بور اون فو مي بيعش بنادم كلام عزيز تاع التوراة صح صح سي يا ربي سي داير جو فو كاش با جي دوني بري دو 250 ليفر اون دون سي سي با بلوس خاطر هادي لله انت خدمتو كون دوتور انت اللي خلصت كلش انا كلش خلصت صح الله يبارك اللي نعطيه في سبيل الله صح هذا الكتاب هذا نصيبو كامل سكو تو ا فيكو انتيا بوندون لا ريفوليسيون من البدايه حتى النهايه هكا من 45 حتى ال 65 صح وحنا درك اللي يهمنا اليوم سي الحاج بسطة هو نبداو كي تحكمت في تونس علاش تحكمت في تونس انت لو كال دو فوا في تونس لا دوزيام فوا باش جابوك لا بريزون دو تيزي وزو انا في تونس لا دوزيام فوا جيتي لا بروميير فوا جيتي كونداني اون تونيزي افيك مون ادجوان سي محمد سمين الله يرحمه اللي مات سانون سي ادجوان دو لارمي فرونسيز اون روتريت داكور اي كي ا ريجوان لا ريفولوسيون مالغري يعني هادي من جهه جو دوفي كوندور ان كونفوا دارم لو برومي باش تدخلوا للجزائر باش ندخلوا للجزائر بار السهرة تونيزيا داكور سي بوضياف كيما اعتقد ما تما في سويسرا قال لي ماذا بك انا با دوم دو كونفيونس اون با دور دي ميليتون بيان سور يا اخي قلت له شي فولونتير يا با دو بروبليم هبط يا في ان اجون دو كونتر اسبيوناج فرونسي في طرابلس بنولا ميلود جابونا دو لو ريسبونسابل Il a été envoyé par les services secrets français. C'est pour ça qu'il devient intéressant le livre. D'accord. Gershtoana Djabouna, les frontières, Majbounis. Aïné Majbounis. C'est l'instinct du militant qui voyait le. S'est présenté. Manahaja. Anamanadakna, j'ai plus confiance en lui. Dans le convoi d'armes, Djabouna, le monsieur Khalid Demak, le lala. Je n'ai pas confiance. Il y avait aussi Mohamed Chemini, qui est volontaire, c'est un frère. D'ailleurs, dans le livre, il est détaillé, surtout en français. Oui, oui, pas de souci. Alors, quand c'est un ordre, moi, je ne lui ai pas donné d'armes. Il a compris. Le premier convoi d'armes, le premier jour, c'est Ramadan. Le 6 mai 1955. C'était le convoi, les Radeh, Benadir Bouzar. Bateau d'Ina Hadak, du côté du Maroc espagnol, on a des caisses de munitions, c'est moi qui les ai pris. À 1h du matin, il y avait un goumier, j'ai un bré convoi, d'orbe une balle en l'air. Ce n'est qu'après, c'est tout le scénario qui a été préparé. Mm-hmm. La balle a déclenché le goumier sur le cheval. C'était pour avertir l'agent Limana. D'accord. يخطف المطريات يقول قرصوا نحي المطريات الامريكان الواحد من الاربعة باش يقرص علينا وحنا مزيان نتلو عليه وهذا سي محمد ديجا لو كومي با قالوا اولاد وليك يا كذا يا كذا باش من بعد لحقنا عليه لحقنا له سلاح شكون اللي عطاك سلاح قال لي مو جو بوفي با اي لي تري فور يعني جو بوفي با بيرميتر De rester sans armes. Bon, avec le goumi arabe, c'est Mohamed, le guide Hada, c'est un Tunisien que j'ai retrouvé là, il a mort, il a mort, il a Subhanallah l'adim. Parmi 2 millions d'êtres humains. Subhanallah l'adim. L'akhikoum Allah. Eh, on a chouftou. Aqaltou. Bedar. Bedar. C'est ça, dar. Ah, c'est. 20 ans après. 65, 75. Subhanallah. Pour revenir le. هذا نهار دخلنا ال ديفيزي لو كونفوا قلت له سي محمد كان معايا بواحد الاخ جيجل محمد بالقلمون قلت له محمد سي ان سي ميليتون سي بور سا كو جي كونفيونس قلت له ديماك الكونفوا حنا اون فا ديبيستي اون فا ديفيرس في ديفيرسيون مالغري كو جافي ريفيزي دو روجوان لارمي فرونسيز في وقتها سي سا ابورتي تبعوا الكونفوا ولقيت قال لنا يفودري مو كومسا قال لي على خاطر مناش ils sont trop obligés de venir jusqu'ici pour revoir où on était. Par conséquent, on a plus de temps d'arriver qu'Intouma qu'Ihna. C'est-à-dire, c'était quand même 6 heures.
سي سكون افي ايفيكتيمون خرجت كيما كان لها لو طون دو فينير صابنا حنا راكدين في الطرب ملايه رمضه 14 ساعه المشيه حتى سونتي دي كوت بي نتاك سي بالقوميه ولا رمي ودي ان اوفيسي فرونسي من البيت وهذا سي محمد قالوا ما بعد ما ميونجو قالوا تسخو قدام قالوا البارح يزون تشيري سيرنو شفت كيف وانا كي شفت هكذا قلت لهم كونفو دار مقال حكمو وكذا في التيريتوار اللي بيان داكور الو سكيفي كو سي محمد كيف كيف ضربوه قال يسب فيهم وكذا الكابيتان سمعوا الكلام قالوا دوسما ما دوسما جابوني وانا شافي هنا تي كورون في الجيب تاتولي اختي الله يرحمها يا قرايه ستين جبدوا من هنايا قالوا يا بيت عندك القران قلت له لا تعودش انفا ما تيلمون يعني نرفيك جلي انشلتي وقلت خلي يقرص انا قلت له لحكم الكونفو دار ما رحت رحت ما انا جاء دانا الكابيتان قالوا ربطوا لنا يدين ربطهم حتى ولا يدين بلور جاء ذاك الكابيتان شاف هكذا قالوا ايه وهذا سي محمد هو اللي قالوا قالوا الكابيتان قالوا شوف يدو مولا بزروقه قالوا خليهم يقتلونا البارح قالوا استدي باش تشوف دي سيريلي لا دي سيري مالغري لو معنى حاجه منتم رحنا منتم عرفنا الاستوار تاع بن بوليد ايوا منتم ايوا جاز منتم بن بوليد جاز منتم تشهر لو 11 فيفري وحكى لنا سي عمار اللي دون لو ليفر يعني سورتون فرونسي ومن بعد دوك نهار رحلوك رحلوك من تونس باش يجيبوك للجزائر ركبوك في التران في التران قلعتوا من تونس وين حبستوا المره الاولى حبستوا في قسنطينه بتوا ليله أيوة هدي دوك أنا نهار جاو داوني من تونس باسكو لا تونيزي سي محمد داوها الماتش أيوة باسكو لا تونيزي أو بتوني سون انديبندونس داكور وما دماتش الانديبندونس وحنا اون جانفي فيبري قلعونا صح باش ما نايتي كوندوني على 50 بريزون 10000 100000 فرون داموند جوجوكم تما في تونس في تونس تريبيونال أيوة. ميليتير تاعهم صح إيه أنا وسي محمد يعني هو دردوه الماتش اللي ديتوني الاخرين كاع اللي بعثوا العنابه من العنابه اللي بعثوا لقسمتينه وانا الجزائر بان نروح السركاجي نشيتي بور تيجي وزو مالاتيك لو 6 فيفري قلعنا قلعتو وحبستو من تونس حبستو في قسنطينه بتو ليله بت انا ليله في قسنطينه ايوا ومن بعد في قسنطينه عاودوا ثاني دوم داك الصباح ركبتو للتران ما نعم باني نروح للجزائر الجزائر لا لا حتى حبس في مينيرفيل مينيرفيل حبس, حبس في تنية تنية أيوة وجات ينجيب قلت ما أنا رايحين أنا ما بيش نسقسيو ما لقاع أنا قلت نشوف جار نعرف مينيرفيل تنية حتى نلحق لنتيزي وزو لحقتوا لتيزي وزو الباب تاع تاع الحبس تاع تيزي وزو هذاك الحبس اللي هدوه اللي راهو في بنو في بلاستو لا ميزون لا كولتور سي الحاج باسطا رزقي نرتاحوا شويه نسمعوا واحد الغنيه تاع ياك لي حياه يا المنفي ونرجعوا
واش قال رزقي تاعنا؟ رزقي تاعنا قال وكلة موزن القوال. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أنتم على أمواج تيزي فام في حصتكم حصة حزام الغولة مع ضيفنا المجاهد الحاج بسطة رزقي اللي جاي يتكلم لنا يحكي لنا على الحبس تاع تيزي وزو. هذا الحبس هذا اللي تبناوه 1881 وهدموهم 1971 باش يبنيو في مكانه لا ميزون لا كولتور مولود معمري. سي الحاج بسطة رزقي، عندنا واحد لا روبريك في حصة حزام الغولة نجيبوا المثل القدم ونتحدثوا عليها، والمثل اللي جبت لك اليوم يقول سي الحاج يقول ما بقى في الواد غير حجاره، ما يلقى بنادم غير تدباره. ما بقى في الواد غير حجاره، ما يلقى بنادم غير تدباره. وش رأيك في هذا المثل وش تقول عليه؟ يعني ما قالوا حتى كان حقيقة صح. كل واحد كيف يفسره. صح صح. أنا نهار سمعت هدموا هاد الحبس تاع تيزي وزو. ايوا تيزي وزو غني الحال، ما على باليش عن بالي كسر بليزير دو الكاسي. ايوا باش بحسب يقول لك يمحيو يتفكروا واش صرا فيه. قلت راه قلت انا بالعكس. ايوا ولكن اليوم واش بدلت الراي ولا لا؟ لا بدلت، انا على بالي بلي راني فيه. راه اكزاكتومون، راهو لا راديو هذه راهي كلكو متر على الحبس هذاك. ها سيتي لو ليسباس ديرير لا بريزون هذا افكتيفمون. كان الكارتي سيلولير، سيتي لو كارتي سيلولير راني قاعد هنا. ايوه شفت كيفاش. ايوه قول لي سي الحاج بسطة رزقي، دوك راك داخل الحبس، كيفاش عامل الحبس هذا اللي ما احنا ما لحقناش عليه ما نعرفوش؟ انا نعرف غير بابو، على كل حال نعرف الجدران تاعو، الحيط الحيوط تاعو، ونعرف الباب تاعو من برا لداخل. كيفاش داير؟ انا كي لحقت الحبس تاعتي جوج قلت لك دهشت الاولى بدهش ما دهشت، ولكن لما لحقت هنايا الحبس هذا تاع تيزي وزو صبت فيه يعني تشبه سي لا ميم ارشيتكتور افيك سولوي دو بليدا. دو بليدا ايوا شفت كيفاش، لي ميم كونديسيون، لي ميم عقليه وحده. سيتي دي ديريكتور نون با سيتي دي شيف. دي شيف با دي ديريكتور. الور تما تك على الباب دخلت، كان غارديان كان قلت لك ستة دون واحد مسيحي رباوه الباباسين بيان سور خرجوه من الدين. هادو ستة جزائريين. جزائريين بصح واحد قلت لك خمسة جزائريين يعني في الأصل والآخر رباوه الباباسين ما عندنا حاجة. كان واحد يقول له عمر وواحد صديقي من القصبة صديقي. هو اللي كان في البيرو دي ريسبسيون مي جيتي تو دو دو افلان الوغ جونيور انا بس. داكور اوكي. نهار حطوا لي نحاولي لي منوط لا جوندارمري حطوا الدوسي تاعي باسكو لو دوسي تاعي كيتبع دائما وين تروح. هذا روكاسيرا كو جو فواي بور لا بروميير فوا. روكاسيرا سي لو شيف. سي لو شيف. ايوا جو لو فواي جو لي فيو ديجا جو مي دوموندي و جي في سي. وين شفتوا الحاج؟ في المنام. سبحان الله. في تونس. سبحان الله. هكذا يمشي لي ب ماشي في ستة ورا ما عندها حاجة. وأنا صديقي لي تالمو يعني لا بيان تان فريمون قلت واقيلا قاوري هذايا ما جي با قولي باسكو تما ما يهدروش بالاسم. بون جبت الدوسي أونكور أن باستا. بوركوا إلا دي أونكور أن باستا؟ ما جو سافي يافي ديجا مي كوزان داكور أون 48 كو سو سون بريزونتي aux élections municipales du MTLD. D'ailleurs, Wahd Matlar, mon martyr, il est disparu, Mouali. L'autre, c'est l'instituteur, Basta Abdelkader, avec Hachem Badli, Stéglal, Al-Kulihal. Ils ont été représentés le MTLD largement. D'accord. Alors, il y a eu, bien sûr. Il y a eu trafic. Trafic des élections. Des élections. D'accord. Fil habs pour atteinte ou cas d'accord. كونداني في زوج، خوه الكبير محوالي ست شهور كوميرسون بيركور، والاخر تروازون بريزون، انستيتيتور باسكو إلي تي انستيتيتور.
لحقوا مع عبان من 1950 عبان رمضان. عبان رمضان لحق لحقهم في الحبس خرج. أيوة لقران محوالي يخرج ويحيى قعد لحق عبان في زوج هبلوه هبلوا الروكاس عبان وبسط. إيه. أيوة اللي قرب لافا وكذا دي توني بوليتيك يصاري شي عبارة قنكوس دكور سي بوسا قال لك أنكور أنبسطة. أيوة وزاد خويا ليتيديون كان في باريس جابوه نهار سمع الكروشاج تاع لالي بيت ما ايوا جابوه من باريس جابوه لتيزي وزو كومبارازا ما طولش وقال قعد شهر ولا شهر ونص تلقوا له ليتيديون تاع مسلمون لي جي ما في باريس داروا هيلو لا عاودوا تلقوه تلقوه هي. من ثم هو راه لا بلجيك مع لو كوزا الور توجور دي بروبليم قال لي اونكور ان باسا خزرت فيه قال لي كوتي شي بات بوليتيك ما درتش معاه كاع قال لي بون اون باتوني سيلول افيك اون كور كوم لي شيف كوم سي جافي الدروا دو شواسي قلت له نو جو فو ادمي دون اون سال قال لي سون بويو تيكسيلمون سون بويو يزون توس قال لي تي بو تي بروب تي الكرافات وخاف قلت لك قلت لك دوك يروني كاع صح خاف كاين قلت له نو ça fait rien si ils ont des pots c'est la faute c'est pas leur faute vous l'ont dit c'est la faute قول لي شحال كانوا من صاله في هذا لا بريزون ابري il y avait 500 exactement il y avait 543 543 quoi la prison اه في المحبسيه ايوا شحال لي صال لي صال لي صال انا كنت فيها كانت فيها 73 صال 73 ديتوني اه داكور 73 ديتوني ça dépend les nombres de salles qui كانوا هكذا pour باش نشوف 6 ou la 7. Ah d'accord, ok. Okay. Mais je nous vois en rang. En rang, oui. Ce qui nous permet de plus ou moins de se voir. D'accord, ok. Alors, on a tâté le numéro 4. Allez, la salle numéro 4. Allez, non, allez, je compte le... Allez, mal à pas de politique chez moi. Je suis en prison. Mais, allez, bon. Alors, fais attention, fais attention. Clat, numéro 4. Il y avait Mouloud, je ne sais pas, il a mis le haïd, Allah yarhamo, il a mis. Il a dit Abban, je ne sais pas si ma fille est là. Mouloud Abban. Mouloud Abban. Quel est Maakoum ? Dans la même salle. Aïwa. Ou quel est Maanagana ? C'est Mouhtoui, le directeur de la prison. La prison de Tizi Ouzou, c'est Mouhtoui, le Rabbi yarhamo. Quel est condamné à mort par contre, il m'a dit que le Torah. Quel est Maanagana, il a dit que le Torah, il a dit que le Torah, il a dit que le Torah, تاع السرة تاع السرة اه صحت لي بلاصة لا رونجي دو كوتي دو مور داكور تي تو لا 50 سنتيمتر كاش ما تحط حوايج ولا صلينا الظهر صلينا العصر انديفيديوال ما بداو يفرشو باش يرقدو باش يرقدو وعلاه والمغرب والعشاء قالوا لي المغرب والعشاء ما كاش كيفاش ما كاش تصلي تحت راسك ولا تبرك ما اوه كيفاش هذا زعما انا لو كاميتي لا انا بور مو لو ناسيوناليزم لا ريليجيون سا يا با دي يا با ديفيرونس وي عندي صوصابل انا بلدي ما نتكافحش انا جي ان بوت اي سي لو بوت دو توت لي زيتر هومان نورمالمون لو انا باش كفحت على جال الدين كان ماشي غير سي سا كي ما بوسي دايور او ناسيوناليزم داكور اوكي كما ماشي الدين هم ناس ولاو دي زاتي ولاو ضد الجيري كاع سي لا ريليجيون كي ما في ديفيري دي زوتر دي فرونسي تروما جي ليكسبليك دايور دون لانتروداكسيون علاش نكافحك انا شو كوم توا ومن بعد صليت استنى Je commençais à les critiquer. D'accord. وعلاش وعلاش ما تنوضوش هكذا باش تقلاه. كيفاش انت يا الله يرحمه سي معطويل. ولما شكفحت ماله. خفتو تموتو. هاكو في يدو. بديت جو كومونسي على كريتيكي. ومن بعد جو مشي رابلي مي برانسيب. قلت في راك تحل في فمك. وراك تزوق وراك تقول وتقول. راك في الحبس. صح وتعرف اللي حبس ديزا تاع تونس وكذا ديزا تي انا بيرسو داكور اوكي وليو دو راك تحل في مونك اعطي ليكزومبل اكزاكتومون
ومن بعد الا تبعوك صحه الا ما تبعوكش يبون جوجي اكزاكت هضر في الفرق فوالا لو جيست كو نيجني جامي ريغريتي دو ما في يعطيك صحه نط سمعت الاذان تاع رجونا امتيد داك زمان اذن جافي دو سور تما مازال واحده مرت شهيد والاخرى مات سميتون ري ترجونا الحاجه انا جبالي ربي الجامعه تاع باسكو جوست ا كوتي دو لا بيزون يعني اون موسكي والوقت هذاك ما كاش لو بال ما كاش لو بال بالك تاع لالد ماما يا برك جوست ا كوتي ايوه بالعقل ايوه نط جبت هذاك المطرح ناحيه الدنيا الله اكبر المغرب بيان سور جهرا 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 بيان سور وربع بداو يطلوا تحت شكون هذا لا صلي هوروزمون صليت ابري افوار بارلي افون بديت نصلي بداو يطلوا كاع على بالك لي طروا رونجي شكون هذا سيتي موا هاو جاز لو غارديان دو ياسو ايوا في الليل حبس ارمي بيان سور اي اي هذاك لو بريفو تصال قال له يا ودي ما يقدرش يهضر معك ثاني خلص سي تي بو اتوند هما يدوب باسي توت لي سالي كونترول عنده هذيك الساعه سيتو ريكار اي برونتي باش ماركي له دوم دا كيشوفوا بليله في ساروند يطول انا على بالي بها من تونس طولت شويه الحق في المغرب سوا ديري لونتون ويشوف ساعه قالوا هذاك الوليد قالوا بابا فو ريبوند حتىني كمل حتىني من الصلاة اخي قلت انا فو با اكزاجيري اكزاجيري خلصت سلمت ورحت لعندو جيت لعندو جبت روحهم لاكري ايوا لو كاش كيا قال لي كاش تيفي راني نصلي جو في ما بريير راني نصلي كي سي كي تا اوردوني تفير لا بريير سي البون ديو سي البون ديو قال لي وما صابش واش واجب ايوا دار هكذا قال لي اي شو اي لي زوت قلت له كي درت هكذا نسيبهم كاع من تحت نسيب لي ماشي حتى واحد تو جوا بيرسون صلا ينيرفي قال لي تي مبرون بور ان امبيسيل قلت له سي توا كي لدي مو جي دي سا سي توا كي لدي دار هكذا شاف قال لي اي بوركوا تي افي سا اون غولون اوت فوا قلت ما تقاش اوت فوا اون غولون اون غولون ايوا Tout ça s'appelle pas gueuler. Cette prière elle a un nom noble. Ça s'appelle la haute voix. Jar. Dans l'agda, quand tu es dans une heure et demie, je vais encore faire la prière de l'Aïcha. Ça m'étonne que tu le connais. Dans l'agda, je fais un gardien mon souriad. Un Algérien. Un Algérien, je ne cite pas la région. Dans l'agda, hé, hey, Flan! قالوا سي فري كون في لا بريير دو كريبيسكيل لا هوت فوا قالوا نو الى نيي امام الله غدوة يوم القيامه شهد عليه سبحان الله العظيم درت على قلت له ينعى الكدا وكدا يا واحد ما عمره ما سمع السبان بحال هذاك يا واحد الخبيث شاف هكذا دخل دون البيرو تاع لا بيرمان قال الور قلت له سي انتريت توجو سي انتريت اي انتريت كيش كيفو Il a une valeur. Il a demain au chat, demain au rapport. Au rapport, c'est-à-dire le chef. D'accord. Et demain, on doit donc le rapport. Chef, il se justifie pour ça. C'est pour ça que le chef m'a dit. D'accord. Bassar, est-ce qu'il y a au rapport? Au rapport. Il a dit qu'il y a un rapport. Il a dit tu es arrivé hier. Tu as commencé? Hier, ça a commencé. C'est dans votre sang, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma prière. Et la prière, elle était, il y a un règlement qui interdit la prière. Ce que les autres ont oublié de dire. Il dit non, bsif. Non, il n'y a pas de règlement qui interdit. C'est tout. J'ai fait ma prière. C'est j'ai tout. Pas fait de la politique. Si tu veux la prière, fais ta prière. Personne ne t'empêchera de faire la prière. Mais attention à la politique. Ah, il dit, comment je suis remonté au Rabat à Gadachou. Subhanallah al-Azim. Goulli, l'Hajj. Goulli, ou salli, ou gars, ou la dédinia. Allah yibarak, Allah yibarak. Hatta le Jumu'a, goutli, wa.
الجمعة وليدو تصلوها جماعة. أيوة الله يبارك. قل لي الحاجة لا بريزون دو تيزي وزو سكي مانتيريس أنا سورتو سي باش نخلوها ذكرى للصغار اللي يشوفوها بلي كان واحد المكان هنا في تيزي وزو تعذبوا فيه الناس يزون سوفار و... ها قل لي كان صعيب بارابور انت اللي تعرف لي زوطر بريزون كان صعيب هذا الحبس تاع تيزي وزو. الحبس تاع تيزي وزو هذاك الوقت il était dans une zone opérationnelle. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils peuvent tuer n'importe qui dans la rue. Blamé jugé, oui. Blamé jugé. Ça, d'accord. Le suspect, Hagdaya. Habto. Habto. Opérationnel, mais fait attendre. D'accord. Okay. Par contre, en prison, ils peuvent nous tuer, gars. Subhanallah, l'Azim. Rébellion. Qui va se battre la rébellion ? On a, qui m'a dit qu'on a constitué un comité de 10 d'Aruni Anamsoul. Ils ont cru bien faire ma chose. D'accord. Tu as, je sais que tu as organisé la prison de Tizi Ouzou après ton arrivée là. Qu'est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit la dureté de la vie à l'intérieur. Est-ce que c'est difficile, le bird, le jour, qu'est-ce que tu as dit que tu as dit? Je veux les prisons que j'ai connues partout, même du FLN en Tunisie. Le... ما كاش حبس في هذاك الوقت جو بو بالي اونيتمون ما كاش حبس في الجزائر يكون مليح داكور. يعني بور لا كونسيديراسيون هومان داكور اوكي اوكي او كونترير قلت له هنا يا بلابس في لا ميزون داري تيزي وزو كان واحد غارديان اسبانيول دوريجين اسبانيول ولا مالتيز قال لي فولي في لاكا فات لو زيغوتو كونت فوز افي des armes, soi-disant. Et une fois en prison, vous devenez comme des femmes. Tu as dit le côté de l'Eurocassera, que c'est vos gardiens qui provoquent. On lui a montré qu'on n'est pas des femmes. D'ailleurs, elle a exprimé les mythes. Eh, ben, chauffe. Alors, l'habitatif, il a fallu se battre pour obtenir ton droit. Qui m'a banné dans l'armée avec mon cousin? Ils ont fait des grèves pour qu'ils étaient reconnus. Mais j'ai dit, eh. Pourquoi? Parce que, surtout avec la révolution. Quand le canaille pouvait te tuer, dernier la révolte a dit. Canaille, d'arbonne avec un crosse de race. T'as de domicile, j'ai encore jusqu'à maintenant les traces. La blessure. Eh, je s'en foutais que tu crèves pour Dieu. On est dans la première cellule, justement, les ouvriers de Kermakbela, les quartiers cellulaires. La photo, la photo, les Jibnaham, le livre de Mohamed Attaf, le nom de Tao, Tizi Ouzou à travers les âges. Eh bien, la première cellule, on est là, tout nu, au domicile. T'as beau. Déjà, domicile, où est le gardien solaire? Subhanallah, dans chaque prison, je trouve un Français d'origine. Il va tout le carbet, tout le Subhanallah. قول لي الحاجة مي تري دور تري قول لي ميرمون با بارلوار ما كاش البارلوار وما كاش لي فيزيت ما كان لا بارلوار لا فيزيت ابارتون افوكا اون فوا كونداني سي فيني tu n'as aucun contact ni ta famille ni والو سيتي اون بريزون دور كو ميم تري دور قول لي الحاجة رزقي باسطا كاين تينغيوتين لداخل ولا في تيجي وزون ما كانش ما كان يجيبو كونت يابي دي كونداني امور يجيبو لا غيوتين لهنا يجيبو لا غيوتين يعاودو يديوها vous avez assisté à des non jamais في لا بيريود هذيك تاعك شحال ريحت هنا في لا بريزون تاع تيزي وزو ريحت هنا depuis le 16 février parce que la Tunisie a eu son indépendance au mois de mars depuis le 16 février حتى le 31 mai هنا في لا بريزون تاع تيزي وزو حولوكم بعد للجزائر لا بريزون ميليتير داوك الجزائر لا بريزون السركاجي داوك السركاجي السركاجي عاود رحت ال يزولي توجور على بالك داكور اوكي وفي سركاجي نهار قتلو لو برومي مارتير داسفون تاع الجيوتينا تفروين الله يرحمه ربي يرحمه ويعفي عليه صافي با كي داسفون خرجت من لي تروما سيلول افيك لي على بالك لي سيلول تاع يا لا بروميير دوزيام تروزيام تاع تلقوك مع الفيران ولا مع الطبات كيما تحب تخير اي شوف يعني لا سي الحاج رزقي بسط على بالك باللي الوقت راهو كمل سبحان الله العظيم القعده معك ما حسينا لهاش كامل في نهايه الحصه المنشط اليوم معك حسين بن رحمون عاد يجيب واحد الكلمات باش يهديهم للضيف نتاعو كل مره واليوم جبت واحد القصيده الشعريه اللي كتبتها زمان عاد سميت لها زمان قديمه سميت لها رزقي تاعنا واش نقول فيها وعلاش هكذا يا سي محمد صنت اسمع
على الحق شهد، انا نحكي مجرى وانت جايبها قصرة، انا على الماضي نتكلم وانت على كلامي تتبسم، تع الصحبة لك راني نخلط ونجلط، خطر تخلط لي الماضي والحاضر والمستقبل كلهم في هذا الدماغ المحان متصارعين، كنحب نبكي نعشي فرحان، كنحب نفرح نبكي الليالي، نبيت المستقبل فكرني بالزمان، عبيت عار الناس ونسيت حالي، اضحك عليا كيف بغيت واستهزى بقوالي، بصح ما نسمح لكش تضحك على رزقي تاعنا، على جال رزقي تاعنا جزائري تاع الصح. ما تضحكش يا سي محمد، هذا تاريخ، تاريخ رزقي تاعنا. رزقي تاعنا عنده إحساس، عنده ضمير، اسكن قلوب الناس واسكن التدبير. رزقي تاعنا حنين ولطيف، صورته رزينة وكلامه ظريف. رزقي تاعنا عاد يحب جميع الناس، حياته كاملة على الخير حواس. رزقي تاعنا اللي يكرهه يشتيه واللي يحبه يبغيه. رزقي تاعنا سعف الغني وشجع الفقير الهاني. رزقي تاعنا وإذا بكى بكى وحده، وإذا فرح فرحوا جميع الناس، وإذا مشى مشى جسده، إذا ارتاح ارتاحت الأنفاس. رزقي تاعنا من الجوع كلا، من العطش شرب، ما راح ما ولا في الشدة مهرب. رزقي تاعنا كي خوك من أمك، كي العسل في فمك، ما يجوع الذيب ما يبكي الراعي، ما يزعف الحبيب ما ينصح الواعي. رزقي تاعنا الجديد لقى فيه البنة، والقديم ما فرط فيه، عاش بالقليل منه تهنى، اقناعته ما بين يديه. رزقي تاعنا وإذا فاتوا الكلام قال سمعت، وإذا فاتوا الطعام قال شبعت. رزقي تاعنا يتوسد لمسني ويبات مهني. رزقي تاعنا سايس الجاهل في جهله وجالس العاقل في عقله. رزقي تاعنا قال، رزقي تاعنا قال وكلامه زين القوال، الدنيا سقيفة والآخرة دار، بفعايلك الظريفة تجالس البرار. وانت، وانت كذب اللوز وصدق المشماش، كذب الشيب وصدق التكماش. رزقي تاعنا، رزقي تاعنا كلامه صحيح، ما فيه كذب ما فيه قبيح. رزقي تاعنا مولا كلمة ينحي الضوء من الظلمة، هانعم رزقي تاعنا جزائري تاع الصح، وإذا سكت سكت السلاح، وإذا تكلم لسانه مرتاح، وإذا حكم دوى الجراح. رزقي تاعنا عشق الثانية القريبة وتزوج مع امرأة غريبة. رزقي تاعنا عاش مسكين ومات عارف، كمل بتمام الدين، ادفنوه يا ناس واقف. ما تضحكش يا سي محمد، هذا تاريخ، تاريخ رزقي تاعنا. السما تبكيش، السما تبكيش، طالع الجبل نموت وما نرنديش. الله الله ربي رحيم الشهداء، رحيم الشهداء. سي الحاج باسطة رزقي، رانا في نهاية الحصة، نطلب منك برك كلمة أخيرة قبل ما نختمو، تفضل. بارك الله فيك على كل حال، هذا الشيء اللي فرحني، أنا نتمنى باش يطول شوية ربي العمر إن شاء الله يا رب العالمين، ربي يطول لك في عمرك. نكمل الرسالة الأخرانية لهالجهة دي تاع بلاد القبائل، تعبت بزاف سي، صح ماذا بيا تعاود ترفد السمعة تاعها إن شاء الله يا رب العالمين.
ولا خطر وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وترفض روحها بولادها. بولادها. أنا نهار سبت جاب لي سيد هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم باللي الإسلام يتنصر بالمغرب وين يكون في مكة مشري الكوربسيون. ويتنصر من المغرب. يتنصر من المغرب. الرسول يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كيفاش؟ عمر نهار سمع شاف أولا الناس اللي جاو من البربر ما عندهم شعر لابسين لبسة ما تيكيما الحجاج يعني. لبسة تاع القطنون. قالوا منين هما هاد الناس؟ الناس هادو تاع واش من العرس تاع العرب. قالوا ما واش تاع عربي يا رسول الله. هادو بربر. هادو بربر. قال لهم عمر بن الخطاب الجو. قالوا منينكم؟ قالوا من بربر قيس. واش علاش نحيتو الشعر؟ قالوا نحينا الشعر كنا نهار لحقنا الاسلام نحينا كلش ما عندكمش شمار شي وين تصوم ما كاش لا كاش. طاحت له الدمعه عمر بن الخطاب قالوا له ما بكاك يا امير المؤمنين غريزون ولا كاتورزون ابري مات الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يا ودي هذا وين تفكرت كلام تاع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم واشنو نصيع اللي بربر هذا؟ قالوا كنا في لاباطي تاع حنان شاف العرب قلال المسلمين قلال والقريش قويين وهادو كانوا خلال البربر هادو في الوسط يدافعوا ما شنو جهتهم تمشي صحيح. قالوا بكيت قلت له يا رسول الله انا قلال شوف المسلمين قالوا فرح يا عمر قالوا اخر زمن هاد الاسلام يتنصر من المغرب بهاد الناس يجي لهنا يكون هنا كورومبي. بارك الله فيك. هذه هي وان شاء الله نخدموا الهادية ان شاء الله يا رب العالمين. جزاك الله خير الحاج باسطة رزقي على وعيناك شوية وجبناك من الجزائر. بارك الله فيك. نقول لك فرصة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. سلامة. حزام الغلا وتقديم حسين بن رحمون. يا تيزي والسوين القديم منهم ناسك الكرامة وين الجبا وين المنديم وين دبك وين الفضة وين دبك وين الفضة وين دبك وين الفضة. حزام الغلا دردشة ثقافية.